القانون الخمسة هي سلسلة حلقات بتعلم أولادنا وبناتنا أهمية الاستثمار ويعني إيه أسهم وسندات وإزاي ممكن نحوش ونستثمر من خلال البورصة المصرية. بعد مرور فترة وبعد ما يوسف حكى لأصحابه في المدرسة إنه اشترى 5 أسهم في شركة الكتاب الذهبي وبقى شريك فيها، يوسف كمان ساعد صديقه عصام اللي كان ضعيف في مادة الرياضيات في حل مسائل القسمة المطولة عن طريق المسائل اللي طلعها له من موقع البورصة. تعالوا نشوف يوسف هيعمل ايه في الأسهم بتاعته النهاردة. ألو، أهلا يا عصام. ازيك يا يوسف، انت فعلا صديق حقيقي. انا دلوقتي بقيت شاطر جدا في الرياضيات من ساعة ما عرفتني موضوع الأسهم وشوية المسائل اللي احنا طلعناهم من موقع البورصة. انت عارف ان كل اصحابنا اللي عاوزين يتعلموا بطريقة سهلة لحل المسائل القسم المطولة بقول لهم ان احسن واحد يقدر يساعدهم هو يوسف. فعلا اتصل بيا بعض اصحابنا وساعدتهم وقلت ليهم انهم يفتحوا موقع البورصة المصرية ويكتبوا في خانة البحث اسم الشركة او يختاروا من القائمة اللي هتظهر لهم، هيلاقوا كل حاجة عن الشركة منها عدد اسهمها وكمان حاجة اسمها القيمة الاسمية اللي هو سعر السهم اول ما الشركة بتبتدي تشتغل، وزي ما بابا قال لي نضرب الرقمين في بعض يطلع لنا حاجة اسمها رأس مال الشركة، وده عبارة عن احتياجاتها من الفلوس علشان تقدر تشتري المباني بتاعة المصنع والمكن اللي هيشغل المصنع وكمان تدفع اجور العمال اللي هيشتغلوا على المكن. لكن قول يا يوسف، انت مش بقيت صاحب 5 أسهم في شركة الكتاب الذهبي ومن حقك برضو تروح تطمن على فلوسك وتراقب كمان شغل العمال اللي في المصنع عشان تتأكد انهم بينتجوا كويس؟ كصاحب 5 أسهم يعني مستثمر، فعلا ده من حقي، لكن لما قلت لبابا انا لازم اروح في الاجازة اطمن على الشغل بنفسي علشان استثماراتي، قال لي ان عدد اصحاب الاسهم اللي زي كتير جدا، ولو كل واحد راح يطمن ويشرف على الشغل بنفسه المصنع هيقف ومش هيقدر ينتج جهاز الكتروني واحد. طب ازاي هتتابع استثماراتك واسهمك؟ بابا قال لي ان في ناس وظيفتها انها تدير المصنع وتشغله، وكل سنة تعلم في الجرايد والبورصة عن ميعاد بيحضروا كل الناس اللي معهم الأسهم، وفي اليوم ده مديرين المصنع بيشرحوا لأصحاب الأسهم نتيجة الشغل اللي تم، اتباع قد إيه من الأجهزة الإلكترونية اللي أنتجها المصنع وبكام وصرفوا قد إيه، يعني يصرحوا اللي اتصرف من اللي اتباع واللي يطلع اسمه ربح. ومن حقنا احنا أصحاب الأسهم إنه يتوزع علينا بعد ما الشركة تخصم حق البلد اللي هو الضرايب، والناس بتسمي الربح ده كوبون. يا سلام، دي حاجة عظيمة فعلا. يعني انت يوسف بيه بقيت من زاوية الأملاك وكمان بتكسب فلوس زي رجال الأعمال. أمال يا ابني، ده أنا بفكر إن حوش مبلغ كمان من مصروفي وزود أسهمي في الشركة بعد ما أخلص الامتحانات، وخصوصا إن شركة الكتاب الذهبي بتبيع حاجات بنستخدمها في التعليم عن بعد عن طريق الإنترنت، والأدوات دي هنستخدمها خصوصا الفترة الجاية، يعني كسبانة كسبانة يا عم. تعرف ان مستر سليمان مدرس الرياضيات مبسوط جدا لما وريته اجاباتي عن المسائل اللي انت بعتها لي، وبيقول لي ان موضوع الاستثمار وشراء الاسهم ده مهم جدا لينا كلنا عشان المصانع تزيد لما تلاقي الفلوس اللي تشتغل بيها، وكمان الناس كلها تقدر تلاقي شغل ويكون معاها فلوس تشتري بيها كل اللي هي محتاجاه، وكمان نلاقي كل حاجة متوفرة ونبقى كلنا مرتاحين ومبسوطين وبلدنا تبقى احسن واحسن. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا خلصت واجبات المدرسة واتفرج على التلفزيون شوية عشان اشوف اعلان الاجهزة الالكترونية اللي بينتجها مصنع الكتاب الذهبي، عجباني اوي الاغنية بتاعته كلها حماس، وبعد كده الى النوم، عندنا مدرسة بدري محتاجة تركيز. خلاص هقابلك بكرة في المدرسة. سلام، باي. كل مواطن مصري تقريبا تبرع وساهم في بناء وتجهيز مستشفى 57357 لعلاج اورام الاطفال. يا ريت لو اقدر اساعد الاولاد دول اللي في سني. انت مين؟ انا اخوك يوسف في 5 ابتدائي، وانا صديقك صابر. ان شاء الله تقوم بالسلامة، شد حيلك يا بطل، كلنا اصحابك ومعاك. وانا كان نفسي. نفسك في ايه ورايح فين؟ هتعرف بعدين. سلام. انا كان المفروض اتبرع للمستشفى بال100 جنيه تحوشتي بدل ما اشتري بيها اسهم. انا هطلب من ماما تبيع الاسهم واتبرع بفلوسها للمستشفى. ايه ده،
مين الراجل ده؟ طب فرصة أروح أسأله إزاي اتبرع للمستشفى لو سمحت. أيوة حبيبي، في حاجة؟ أنا كنت عايزة اتبرع للمستشفى بمبلغ. برافو عليك، ويا ترى المبلغ اللي انت عايز تتبرع بيه معاك دلوقتي؟ لا، ده انا لسه كنت هبيع 5 أسهم كنت اشتريتهم. بس عايز اقولك انا ليه اصحاب عندهم اسهم زيك كده في شركات كتير. خلي بالك انت لما بتبيع اسهمك مش هتاخد الربح بتاعك منها اللي بيقولوا عليه الكوبون واللي بتعلنه الشركة كل سنة. مش مهم اكسب الربح بعد ما المصنع يبيع اللي هينتجه، المهم صديقي صابر وكل الاطفال اللي معاه هنا في المستشفى، لازم نقف معاهم. المهم دلوقتي اكسب حسنات اكتر من الفلوس، الواحد لازم يعمل الخير برضو. وبعدين بقى مش مشكلة الواحد يحوش تاني واشتري اسهم جديدة بعد كده. مين اللي ماشي هناك ده؟ وشه مكشر كده ليه وشعره منعكش؟ الله، ده جاي علينا. ده خسران اللي مش بيحب الخير لحد ابدا، وكمان مش بيقرا ويتعلم، وبيكره انه يعرف اي حاجة جديدة ومفيدة. بابا قال لي عليه لما شرح لي ان الناس اللي بتشتري الاسهم كلهم كويسين ومحترمين ما عدا خسران، وقال لي ده شيء طبيعي، فالناس فيهم الكويس وفيهم برضو الوحش. ما ينفعش يا سي يوسف تبيع الاسهم وتاخد فلوسك تاني، لان مصنع الكتاب الذهبي اشترى بالفلوس اللي خدها منك الالات اللي هيصنع بيها الاجهزة الالكترونية والادوات التانية بتاعت الدراسة والتعليم عن بعد. يعني خلاص هيديك فلوسك ازاي؟ كمان المصنع لسه بيشتغل ومش هيدي فلوس لحد الا لما يخلص صناعة الاجهزة الالكترونية لسنين وسنين وسنين قدام. ايه ده؟ انا كنت بحلم؟ خير اللهم اجعله خير. ايه الحلم الغريب ده؟ ايه الحكاية يا يوسف؟ انت حلمت بايه؟ احكيلي. هو فعلا يا بابا انا ما اقدرش ابيع الاسهم واسترد فلوسي؟ عارف يا يوسف البورصة المصرية اللي خلتك تدخل على موقعها الالكتروني تاخد منه مسائل الرياضيات لصاحبك عصام؟ اهي البورصة دي هي المكان اللي هنبيع فيه الاسهم عن طريق شركة. الشركة دي بقى اسمها شركة السمسرة، لانه يا بطل لما الشركة دي بتبتدي تشتغل بتاخد الفلوس فعلا من الناس لاول مرة عن طريق انها تبيع لهم اسهم علشان تشتري المكن والمباني وتعين العمال. الناس دول بيبقوا هم اصحابها وملكها، لكن لو شخص منهم حب بعد كده ياخد فلوسه فالشركة طبعا مش هتقدر تديها له لانها استخدمت الفلوس فعلا. ومش معقول كل واحد من اللي اشتروا الاسهم يحتاج فلوس يروح المصنع، لان المصنع مش معقول يبيع مكنة مثلا كل ما حد يطلب فلوسه علشان يردها له، كده المصنع هيقفل بعد كام شهر. كلام حضرتك منطقي فعلا، لكن ايه هي شركة السمسارة دي يا بابا؟ شركة السمسارة دي يا حبيبي هي الوسيط اللي بينك وبين البورصة. انا هبسطها لك. البورصة دي بالظبط زي اي سوق، في ناس بتبيع وناس بتشتري، لكن في البورصة بيبيعوا وبيشتروا الاسهم. ياه، معنى كده يا بابا ان اللي هيشتري الاسهم مني هيبقى هو صاحب الشركة، وهيبقى من حقه لو فضل معاه الاسهم انه ياخد من المكسب اللي الشركة ممكن توزعه على اصحابها في نهاية السنة. بس مش مهم طالما انا هساعد اصدقائي في المستشفى. مين قالك كده يا يوسف؟ هات اللابتوب بتاعي، افتح موقع البورصة المصرية، بص على صفحة الشركة، شوف الخانة دي مكتوب فيها ايه، القيمة السوقية للسهم، وقدامها رقم 22 جنيه. يعني ايه القيمة السوقية؟ يعني التمن اللي بيتباع به السهم النهاردة في البورصة. وانت لما اشتريت السهم اول مرة كانت الشركة لسه هتشتغل وكان بعشرين جنيه، لكن الشركة لما اشتغلت السهم بتاعها النهاردة في البورصة ب22 جنيه، لانها شركة ناجحة والناس كلها عاوزة تشتري الاسهم بتاعتها. يعني انت كنت شاري الاسهم ب100 جنيه وهتبيع دلوقتي في البورصة 5 اسهم في 22، يعني هتاخد 110 جنيه. تبقى كسبت كام يا بطل؟ كسبت 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 يا بابا. 110 جنيه ناقص 100 تساوي 10 جنيه. ايوه كده تمام، كسبت دلوقتي 10 جنيه. ولو كنت ما بعتش وانتظرت الشركة توزع الربح بتاع كل سنة كنت هكسب برضه. ده موضوع الاستثمار ده والبورصة كله فوايد. يوسف النهاردة عارف ازاي ممكن يتابع حركة اسهمه في البورصة، ويعني ايه كوبون، وازاي ممكن يبيع الاسهم.
وعرف كمان يعني ايه شركة سمسارة، وعرف الفرق بين القيمة السوقية والاسمية للسهم، ولسه هيتعلم اكتر في الحلقة الجاية.